بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متحدثكم أستاذ المساعد دكتور حسنين سمير عبد الله، الجامعة التكنولوجية قسم علوم الحاسوب. محاضرتنا هذا اليوم عن موضوع الأنظمة الخبيرة الـ Expert Systems، مادة تعطى لكل من فرع البرامجيات المرحلة الرابعة أو فرع الذكاء الاصطناعي المرحلة الثالثة. المصادر المعتمدة لهذا الموضوع أو لمادة الأنظمة الخبيرة. الأنظمة الخبيرة It is an expert systems are computer programs that are constructed to do the kinds of activities that a human expert can do. واضح التعريف إن شاء الله. مثل design, تصميم, compose, plan, diagnosis, interpreter, summarize, and so on. موضوع اليوم الخاص بالأنظمة الخبيرة اللي هو Rule-Based Expert System. Rule-Based Expert System، الأنظمة الخبيرة المستندة على الرولز. موضوعنا اليوم عن تحت عنوان Systems Based on Simple Search. Simple Search، الطريق البحث بالطريقة المبسطة، and Pattern Recognition، تمييز الأنماط. الكيس ستدي مالتنا هو Chemical Synthesis System. مثل ما تعرفون الكيميكال سينثيسيس، نظام التفاعلات الكيميائية، هو نظام كيميائي. الذكاء الاصطناعي راح نقوم بنمذجة هذا الموضوع أو موضوع التفاعلات الكيميائية، بحيث يكون نظام ذكي خبير يكون قادر على احتواء مجموعة من التفاعلات الكيميائية. المجموعة تكون قدر ما يضاف هذه التفاعلات الكيميائية قدر ما يضاف لمجموعة النولج بيز الخاصة بهذا النظام، قدر ما يكون النظام شامل ويحتوي على أكثر عدد ممكن من التفاعلات الكيميائية. إذن يكون النظام، كفاءة النظام تحدد بطبيعة التفاعلات الكيميائية المتواجدة أو المضمنة ضمن هذا النظام. بتعبير آخر، قد ما يحتوي هذا البرنامج على مجموعة التفاعلات الكيميائية، قد ما تكون كفو أكثر، بمعنى تغذيته عن طريق النولج بيس. هذا المثال قدامنا هو فد سمبل او سامبل بسيط من النولج بيس اللي ممكن ان يغذى به نظام التفاعلات الكيميائيه. طبعا ما نقدر نكتب احنا معادله كيميائيه مثل ما تكتب بالطبيعه الاعتياديه اللي تخص الكيمياء، هنا حنكتبها بصيغه فاكت. لانه نلاحظ هاي الفاكت الاولى هذه RxN مختصر reaction، RxN reaction فعاليه او تفاعل، A B1 C1 12 60. هذا الشيء شنو المقصود به هذا الفاكت او شنو تفاصيله؟ الاي هو المادة المركب، الاي هو المركب، مكونات الاي اللي جاي من عندها هم البي 1 والسي 1. يعني بتعبير اخر من نقول بي 1 زائد سي 1 يؤدي الى اي كمعادله كيميائيه، هنا تكتب شلون؟ اي مركب مكوناته بي 1 وسي 1، 12 الكوست تكلفه هذا التفاعل، و60 التايم وقت التفاعل، يعني ايش قد يحتاج لوقت على مد ينجز هذا التفاعل. اذا عندي تو ميجر، اثنين من انواع القياسات. القياس الاول هو الكوست، كلفه التفاعل ايش قد يكلفني ككوست، والمقياس الثاني المجر الثاني هو التايم، ايش قد يستغرق وقت على مد ينجز هذا او ينجز او يخلص هذا التفاعل. طبعا هذه الارقام افتراضيه احنا خاليها 15 60 5 45، حتى وحده القياس مالتها ملي سكند سكند، يعني احنا ما مركزين على الموضوع بقدر ما مركزين انه ممكن نظام تفاعل كيميائي، شلون ممكن اوجد نظام او ابني نظام تفاعلات كيميائيه بحيث ان عمليه البحث عن تفاعل معين او مجموعه تفاعلات ممكن تكون واضحه وسهله ضمن هذا النظام. كذلك البقيه RxN reaction B1 اللي هو كان احد مكونات الاي 1 لو تلاحظون، صار هو حاليا هو المركب اللي جاي من D1 وA1. طبعا اكيد كوست أو التايم مالته، السي 1 اللي كان أحد مكونات الأي، المكون الثاني للأي، جاي من F1 وG1، كوست مالته 3 والتايم مالته 15. كذلك هنا أكو مركب آخر اللي هو الأي، نفس الأي هذا طبعا نفس المركب، بس هالمرة جاي من B2 وC2، البي2 جاي من D2 وA2، والC2 جاي من F2 وG2، والكلف موجودة والأوقات اللي تحتاجها كل تفاعل موجودة. شلون ينتهي التفاعل؟ أقصد التفاعل الكيميائي شلون راح ينتهي بحيث يتوقف التفاعل؟ يتوقف احنا هذا موضوع كيميائي حضرتكم تعرفوه اكيد، ينتهي عندما نوصل الى رو ماتيريال، يعني عنصر حر بالطبيعه، لان طبيعه الحال مثل ما تعرفون العناصر هي موجوده حره بالطبيعه ما تحتاج الى تفاعل كيميائي على مود تنوجد. اذا من نقول عنصر زائد عنصر يعطيني مركب،
أو مركب زائد مركب يعطيني مركب عقد من المركبات الأصلية. لكن أصلهم مين جاي نقولهم؟ كلهم أصلهم جاي من الرو ماتيريالز. إذا شو وقت يتوقف التفاعل؟ يتوقف عند ما أوصل للرو ماتيريالز اللي هو هنا حسب مثالنا هنا D1 E1 F1 G1 اللي هم هذول مكونات البي 1 ومكونات السي 1 ومكونات البي 2 ومكونات السي 2 عبارة عن رو ماتيريالز، يعني عناصر حرة ما تحتاج إلى تفاعل على مود تنوجد. هسه شلون نبني برنامج نظام خبير، نظام ذكي خبير قادر على إيجاد تفاعل معين أو مجموعة تفاعلات معينة؟ مجموعة تفاعلات، نعم أقصد بها مجموعة أكثر من تفاعل. هذه الرول الأساسية اللي ينبني عليها البرنامج. الأولى هنسميها كيميكال، طبعا هاي الرول اسمها كيميكال على تسميتها أو أي تسمية أخرى تبدون تسموها، بس احنا لأنه البرنامج أو الموضوع على الكيميكال سينثيسيس فسميناها كيميكال. هذا الأول شرط التوقف، خلنا نعرفه هسه، يعني حالي ما وصل شرط التوقف، خلنا نزعل على هذه. هذه شنو؟ الكيميكال الأولى عبارة عن Y, L, C, T و T، شفت مثل كل واحدة من دول. ال Y هو المركب، اي مركب طبعا لانه بصيغه متغير لازم نكتبها، لان اعتبار يجي بالمركب الفلاني او المركب الفلاني فلازم تكون صيغه متغير. الواي هو المركب اللي انا اذا ابحث عن تفاعل مالته او تفاعلاته اذا عندي اكثر من تفاعل. الال عباره عن ليست ستحتوي، هذه الليست بعد ان يتنفذ البرنامج ستحتوي على مجموعه مكونات هذا الواي، يعني مكونات الواي توجد بهاي الليست. السي تي هي التوتال كوست، جد الكوست مال هذا التفاعل، يعني نفرض ان التفاعل هذا ما جاي من تفاعل واحد، جزء جاي من تفاعل مركبين، المركبين كل واحد جاي من تفاعل، فمجموع الكوست كلهم حيكون في مجموع في السي تي. التي هو التوتال تايم، ايش قد الاوقات المستغرقه اللي احتاج كل تفاعل منهم، التفاعل الاول زائد التفاعل الثاني، بعدين التفاعل الاول والثاني تفاعلوا سوا يعطوني الواي. فكل هاي التايم يحسب. اذا هذا المتغير هو الانبوت، وانا احتاج احسب هذول ال والسي تي والتي. وحسد اول شيء هذه الفاكت اللي هاي اللي هي هاي اللي قبل شوي استعرضناها. هذه الفاكت واي شنو مكونات هذا الواي؟ صيغه اكس 1 اكس 2 قلنا لازم صيغه متغيرات، وايش قد الكوست مالته وايش قد التايم مالته. زين بما انه الواي عباره عن مكونات اثنين هم اكس 1 واكس 2، اذا احتاج كل واحد من دول الاكس 1 والاكس 2 احتاج اشوف تفاعلاته شنو، يعني مكوناته شنو، مين جاي، شنو اصله هذا. لذلك حاسد الكيميكال نفسه، يعني هذا يسموه ريكيرسيف، اكيد مر عليكم بالمراحل السابقه من الدراسه بلغه برولوج، هذا يسموه ريكيرسيف. راح استدعي داله الكيميكال المن للاكس 1، شوفوا قبل شيء كان واي، هسه لا اريد الاكس 1 اللي هو اول او احد مكونات الواي، واريد اجيب مكوناته ال1 مكونات الاكس 1 مو ال النهائيه، ال1 مكونات الاكس 1، سي1 الكوست الخاصه بالسي1 عفوا الاكس 1 كتفاعل، التي2 التايم اللي يستغرق الاكس 1 على مود ينجز كتفاعل. بعدين اروح اجيب تفاعلات الاكس 2 اللي هو المكون الثاني للواي، ال2 مكونات الاكس 2، سي2 الكوست اللي يحتاجه اكس 2 على مود ينجز، تي3 التايم اللي يحتاجه الاكس 2 على مود الوقت يحتاج الاكس 2 على مود ينجز. ورا ما استدعيت هذول فصار عندي هسه واضح كل منه، كل من اكس 1 مكوناته اكس 2 مكوناته، بقى عندي بس اجمع المكونات اللي هي append، داله تعرفوها واضحه ومر عليكم في مراحل سابقه، append ال1 ال2 مكونات الاكس 2 اكس 1 عفوا هي ال1 مكونات الاكس 2 هي ال2، اذا ادمجهم سوا حيصير مكونات الـ X1 زائد مكونات الـ X2 وخليهم بكيو. ليش مو L؟ لأنه الـ L حاليا شحت الـ Q شحت تحتوي حاليا؟ حتحتوي فقط مكونات الـ X1 والـ X2 بس بدون الـ X1 والـ X2 نفسهم. لذلك شو احتاج؟ احتاج إلى أبيند أخرى، خلنا نعبر هذول لسه بعدين نجعل هذول الـ CT والـ T، نحتاج أبيند أخرى منو؟ هذا الرياكشن اللي استدعيناها بالبداية اللي بها أصلا الـ X1 والـ X2 بداية كان موجود بها، دمج ويا من؟ ويا الـ Q اللي هو هذه اللي ناتجة عن الـ L1 append ويا الـ L2، خلي لهم بالـ L. إذا نستشبه الـ L مكونات الـ L بها الـ Q اللي هم L1 و L2 زائدا مكونات الأصلية مال الـ Y اللي هو X1 و X2، بينما الـ L1 و L1 شبيهم بهم مكونات الـ L1 بهم مكونات الـ X1 بدون الـ X1 بس مكوناته، والـ L2 به مكونات الـ X2 بدون الـ X2. احتاج اجيب الـ X2 والـ X1 X2
فمن هاي اجيبهم اللي اصلا انا استدعيتهم من البدايه. append اخرى يطلع لي. خلينا نرجع لهاي السيت ايش يساوي؟ الكوست او التوتال كوست النهائيه هاي سي 1 اي سي اول شيء مال الرياكشن الاصلي مال الواي زائد سي 1 زائد سي 2 والتايم تي زائد تي 2 زائد تي 3 يطلع التايم النهائي. جمعها كلها. برنامج كيف يتوقف؟ خلينا نرجع على هذه السنة. شو يتوقف البرنامج؟ يتوقف قد ما أنا مو كل مرة أحلل المركب إذا عنده مركبات جاي من عندها. شو يتوقف البرنامج؟ من بعد المركب هذا ما يتحلل هذا. يعني من أرجع أستدعي المركب من نهاية الدالة. من أرجع يستدعي نفسه وما يلقى عنده مكونات. شنو معناها؟ معناها وصل إلى مرحلة أنه هو صار عناصر رو ماتيريال بعد ما يتجزأ. يعني كلنا نعرف كل زين العناصر ما تتجزأ. هنا الشغل يستمر ما دام المركب قابل للتجزئة. يعني أصلا هو مركب جاي من مركب زائد مركب مستمرة مركبات تتفاعل تعطيني مركب. بس شو كنت توصل؟ من توصل لمرحلة أنه هذا المركب خلاص بعد ماكو مركب بحيث ما يتجزئ، معناها من يتجزئ معناها شنو؟ معناها وصل رو ماتيريال عناصر حرة بالطبيعة، يتوقف البرنامج. هذا لتفاعل واحد يخص الواي مثلا، يخص الواي. خلينا نروح على رول أخرى all chemical. هذا شو يسوي هاي الرول؟ شو يسوي هذا الرول؟ توجد لي هذا الرول كل تفاعلات الواي. يعني إذا كان الواي عنده أكثر من تفاعل، مو تفاعل واحد، يعني الواي جاء من تفاعل معين وجاء من غير تفاعل آخر يختلف عن التفاعل الأول، فأحتاج إلى رول أجيب لي كل هاي التفاعلات. شلون؟ find all دالة موجودة بلغة برولوج وظيفتها توجد لي أكثر من حل إذا كان موجود أكثر من حل. find all الـ S. من هو الـ S؟ اللي هو الـ S one chemical للـ Y. وخلي ناتج بالعكس، كنا نعرف الـ find all المحتوى الثالث عليها هو list. إذن هذه list إيش حيكون بهاي list؟ list حيكون بيها شنو؟ التفاعل الأول، ثم find all تدور تفاعل آخر تجيبه وتخلي بالعكس، ثم إذا أكو تفاعل ثالث تجيبه وتخلي بالعكس. إذن بطريقة أخرى خلينا نوضح الفايند أول. جلب الأس اللي هو من هو الأس؟ مكونات الواي اللي هو تفاعلات الواي، وخليها بالأكس. فايند أول تجبره يروح يدور على تفاعل جديد غير هذا التفاعل اللي جابه، وحيظل يستمر يشتغل. بس حاليا شو عندي إشكال؟ عندي إشكال الوان كيميكال شلون تشتغل؟ هي يعني هاي الوان كيميكال. بكل بساطة الوان كيميكال تستدعي الكيميكال اللي قبل شوية اشتغلناها. هاي الوان كيميكال تحضر متغيراتها y فارزه كوما هاي منو؟ كيميكال y l c t t هي نفسها بالضبط y l c t t اللي هي هاي بالضبط. لاحظوا كيميكال y l c t و t. اذا بداخل الوان كيميكال استدعي دالة الكيميكال على مود تجيب لي التفاعل الاول. هذه وين مستدعات؟ مستدعات داخل find all. الفايند all تبحث داخل الوان كيميكال مره ومرتين وثلاثه حسب ما موجود من تفاعلات. الرول الثالثة هاي ما لها علاقة بال مثل ما نقول بال one chemical أو all chemical. هذه علاقة بكوست معينة. يعني شنو؟ تفاعل معين عندي في التفاعل معين أريد أشوف الكوست مالته ضمن حدود إمكانياتي لو خارج حدود إمكانياتي. بتعبير آخر هذا التفاعل يكلف مثلا كذا كوست، هاي القيمة مال الكوست إذا ضمن إمكانية الشخص اللي يريد هذا التفاعل أو أنا أريد هذا التفاعل فيمشي الحال. اذا ما ضمن امكانيته فما احتاج معناها التفاعل هذا غير مجدي بالنسبه لي. اللي هي شلون تشتغل؟ لحظه اوكي سينثيسيس اسمه اوكي سينثيسيس. واي نفس الواي قبل شوي اشتغلنا عليه، ال نفس الليست، سي تي نفس التوتال كوست، التي نفس التايم. هنا انا فد متغير اسمه كات اوف. الكات اوف شو يمثل؟ الكلفه اللي اني محدد بها. هل الكوست هذه ضمن هاي كات اوف؟ يعني مثلا انا عندي مثلا خلينا نقول 70، اذا كانت التوتال كوست هاي 70 واقل فالتفاعل يمشي، التفاعل يمشي. اذا كانت هذه اكثر من هاي الكت اوف خارج حدود امكانيتي معناها التفاعل ما يمشي. بكل بساطه لاحظوا حستدعي الكيميكال. من هي الكيميكال؟ حرجع اقول لكم هذه نفسها الكيميكال حشغل هاي جتي. من شغلتها التوتال كوست جتي اشوف هاي التوتال كوست اذا اصغر من الكت اوف خلاص يمشي الحال. عدا ذلك التفاعل ما اقدر او ما اريده او غير مجدي بالنسبه لي. اخر داله او اخر رول بالبرنامج هذا اسمها البيست كيميكال. خلينا نشرحها قبل مبينه هي من اسمها بيست كيميكال. اذا المفروض ايش عندي؟ عندي اول كيميكال
كل التفاعلات واختار افضل واحد بيهم، افضل واحد بيهم من ناحية من ناحية الكوست. فاذا بكل بساطة شوفوا الواي هو المركب اللي دا ابحث عن البيست مالته، البيست اللي هو تفاعل واحد او اثنين او ثلاث تفاعلات باربع تفاعلات، والام هو التفاعل الاقل كلفة والمناسبة بالنسبة لي. راح استدعي اول كيميكال ضروري، ما دام بيست لازم اجيب كل التفاعلات ومن بين كل هاي التفاعلات اختار الافضل. فاذا لازم استدعي اول كيميكال. اول كيميكال من هي؟ هاي شغلناها قبل شويه، هاي شغله حدد لي تفاعلات مالت من مال الواي وين تخليها؟ بالاكس اللي اتفقنا هي ليست. اذا هاي الاكس ايش حاسب بها الليست؟ حاسب بها التفاعل الاول مال الواي والتفاعل الثاني والثالث والرابع وهكذا. قد عندنا تفاعلات، اذا الاكس بها مجموعه تفاعلات الواي. دزعل من المنيو شو تخرج لي؟ من بين هذول التفاعلات اللي هم ثلاثة أو أربعة أو خمسة جيب لي أقل واحد بيهم بالاعتماد على المينيمم كوست مالته. هذه محاضرة الكيميكال سينثيسيس اللي تمثل سمبل سيرش أند باترن ريكوجنيشن سيستم. أتمنى تكون واضحة إن شاء الله وسهلة مبسطة بالنسبة لكم. إن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة ودمتم في أمان الله.